الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ معقولة اللي قريته في الورق ده؟ ده كل أمنية من دول جريمة لوحدها. معقولة دي الطريقة اللي ولادي بيفكروا بيها؟ ويا ترى ايه في الأمنيات الزبالة دي بقى تبقى أمنياتهم؟ طب وجميلة اتمنت ايه يا ترى؟ ده غير صدمتي في أبويا وحماتي وحماية. رحمتك يا رب. ما تطفي المنبه الزفت ده او غير الرنة دي. معلش. ها شريف، ها صباح الخير يا ابني. فجري ايه اللي بصحيك منه؟ الساعة 6 دلوقتي. طبعا انت لا عندك عيال ولا متجوز، ويا دوبك تصحى تروح على البنك على طول. المهم يعني يا ريت تبلغ لي مرضي النهارده. لا مفيش حاجه، شويه انفلونزا بس. الله يسلمك. ماشي، لو في اي حاجه بكلمني. سلام سلام سلام. ماشي، اديني خدت اجازه وهربيكوا واحد واحد. قولي لماما ان انا ما باكلش البيض كده. طب ما انا كمان ما باكلوش كده. وبعدين بتقولها انت وانا مالي؟ انا ما بكلمهاش. بقول لكم انتوا الاثنين الفطار كل يوم هيتعمل كده، نوع فول واحد، نوع جبنه واحد، نوع بيض واحد، اللي مش عاجبه يقوم يطبخ لنفسه. انا ما اتكلمتش، كريم هو اللي معترض. جود مورنينج يا كريم. جود
جود مورنينج يا ياسمين. جود مورنينج دادي. ولا تحبوا نقول يا صباح البهجاجة؟ عبد العزيز مش قلنا بلاش الألفاظ دي قدام الولاد؟ نفسي أطفش وأكتب لهم البيت. نفسي أرجع الكار. نفسي أخليه أسعد واحد في الدنيا. أمال فين الشكشوكة يا جميلة؟ نعيده كمان مرة، كل يوم الفطار هيبقى كده، نوع فول واحد، نوع بيض واحد، نوع جبنة واحد، اللي مش عاجبه يعمل لنفسه. أمال يعني إزاي عايزانا أبقى أسعد راجل في العالم؟ وأنا مالي أنا يا عبد العزيز تبقى أسعد واحد ولا أتعس واحد؟ جرأة إيه؟ تبقى دي مش أمنيتها، أمال هتكون إيه يعني؟ نفسي الحمل يكمل المرة دي. إيه يا جميلة ما كملتيش أكلك ليه؟ مش قادرة ماليش نفس، من الصبح وأنا نفسي غم عليا. آه لا ما تكمليش ما تكمليش. هو أنا صحيح مش قادر على مصاريف كريم وياسمين، بس طبعا الحمد لله يا رب على كل اللي تجيبه، وهو لو بنت أسميها دلال عبد العزيز، ولو ولد يبقى أحمد عبد العزيز. ألو صباح الخير يا جيهان، وانتي طيبة يا حبيبتي. بقولك إيه، أنا واخدة النهاردة عرضة، ممكن تخشي الحصتين بدالي وهردها لك يا ستي. ماشي. لا أنا كويسة الحمد لله، بس عايزة أقعد في البيت أمشي في خطة البحث عشان أنزل بكرة الكلية أسجل الرسالة. طب بصي أنا عايزة أطلب منك طلب، ممكن لو حد من الولاد جه أوضة المدرسين ما تقوليلوش إني أجازة عشان أنا مش قايلة لعبد العزيز. أوكي ماشي، ميرسي يا حبيبتي، باي. حبيبتي سيبي انت الاطباق انا هلمها عشان تلحقي انت تروحي المدرسه. لا يا حبيبي ما انا ما عنديش الحصه الاولى، ممكن تاخد الولاد توصلهم المدرسه في طريقك؟ لا ما انا برضو ما عنديش الحصه الاولى، خلي بالك. هو انت كمان في البنك عندكم حصص؟ لا مش حصص، يعني انا اصلي قبل ما اروح البنك اروح على الفرع الرئيسي، يعني عندي مشوار مهم جدا فمش هلحق، فخديهم انت بقى بتاكسي ووصليهم المدرسه. ها ايوه وما توديهمش انت ليه يعني؟ انا مش فاهم. ما انا بقول لك يعني الفرع الرئيسي في ناحيه والمدرسه بتاعه الولاد في ناحيه ثانيه، فمش هينفع يعني. ما انا كنت عايزه استغل الوقت ده وانزل اجيب خزين الشهر من السوبر ماركت الصبح كده وهو رايق. انا عندي حل يا جماعه يريحكم كلكم. بما اننا عاملين مشكله احنا ممكن نقعد النهارده من المدرسه. وحياه امك عبد العزيز بلاش الالفاظ دي قدام الولاد. طب ايدك بقى يا مامي على 50 جنيه عشان نركب تاكسي للمدرسه. وحياه امك. شفتي كلمه عاديه جدا بتتقال من الاباء والامهات لما عيالهم يبقوا لبط كده يعني. كل واحد فيكم ياخد 20 جنيه يصرف بيهم نفسه، روحوا بميكروباص او اي حاجه. ايه ده؟ لا طبعا مش هنزل انا ميكروباص قدام اصحابي. يا حبيبتي خلاص روحي ماشي وخشي عليهم في الحصه الثالثه. يعني انا مش فاهم انتوا عندكم مشكله نستحملها احنا ليه من المصروف بتاعنا؟ هي اصلا كلها 20 جنيه ما بتجيبش حاجه من الكانتين. ولا لا سيب لي خلاص يا عبد العزيز انا بقى الطالعه دي. ال 20 جنيه يا حبيبي اللي مش عاجبينك دي يعني 600 جنيه كل واحد فيكم، يعني 1200 جنيه في الشهر من لحمنا الحي. اول مرتب لابوك في البنك كانت 600 جنيه. خدهم وجري على بيتهم بس ايد وش وظهر وقعد يرقص طول الليل علي الضحكيه لحد ما جابوا له البوليس. يلا 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 تعالى على المدرسه بتاعتكم، اتكلوا على الله اتكلوا على الله، يلا يلا اتكلوا على الله. يعني كان لازم تقول لهم على الحكايه دي، علي الضحكيه علي الضحكيه علي. محمد منير ده عليه اغاني. استنى 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 كده يا كريم، امشي امشي جنبي امشي. في ايه بتخنفري ليه؟ بقول لك يا كريم انا مش طايقاك، انت رفضت تحط مصروفك على مصروفي وناخد تاكسي وركبت لهم ميكروباص الحيوان ده. انا ما حطيتش مصروفك على مصروفي وما خدناش تاكسي وخدني ميكروباص الحيوان ده عشان مش مستغنى عن مصروفي. طب اتكلم عادي يا كريم. سلام هتقفي يا اسود. ياسمين كنت شافتني يا رب. ياسمين استخبي مني ولا ايه؟ هو ايه دينا ازيك؟ هو انا استخبى ليه يعني؟ يعني عشان الميكروباص اللي انت لسه نازله منه. لا طبعا انا كنت بس خلاص خلاص، واضح ان الشخصيه اللي انت واخداها في فيلم السقا شخصيه بنت غلبانه يعني بتركب ميكروباصات وكده، فانت حبيتي تعيشي الدور يعني صح؟ ايوه بالظبط كده. طب يلا بينا بقى لحسن حاسه المسا تبدا. يلا يلا يا جميلة بقى انزلي، عايزة اطلع ورق الأمنيات ده واشوفه على رواقة. هو مستني ايه ده؟ ما ينزل عايز الحق اعمل خطة البحث قبل ما التتار يرجعوا من المدرسة. هو انت مش قلت نازل؟
انا خلاص اهو دقيقتين بس اخلص الجزمه بلمعها والبس ونازل على طول. انا كمان دقيقه ونازله. تنزلي كده بالبيجامه تروحي المدرسه بالبيجامه؟ هقوم البس يا عبد العزيز. وانت هتروح البنك بجزمتي؟ يعني ده انا بساعدك يعني عشان الحمل تقل حمل بقى زياده عليك يعني. غريبه جزمتها ازاي؟ ده انا بقالي اسبوع بلبسها. اهلا بيكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنقدم لحضراتكم طبق ظريف وخفيف، هنقدم فراخ مع لوك فور صوص. هنشوف مقاديرنا مع بعض. عندي صدور فراخ، بصل مفروم، ثوم مفروم، لبن، ملح وفلفل، زبده، انواع الخضروات. ومعانا اتصال تليفوني من القاهره الاستاذ عبده. صباح الخير. صباح الخير يا شيف، ازيك؟ صباح الهنا، كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت طيب يا حبيبي. اصل احنا امبارح كنا سهرانين عند بنت جميله، وبنت جميله دي معاها جوزها اللي اسمه زيزو. هو في الحقيقه مش اسمه زيزو، هو اسمه عبد العزيز. كلنا بقى بننده ونقول له يا زيزو يا زيزو، ما عدا مراتي بقى. مراتي سكينه دي اصلها بتعنك حاجه كده يعني، حما حما يعني، تملي ايه تقول له يا موكوس يا موكوس. معلش يا استاذ عبد، لو سمحت بتسال علي عشان وقت البرنامج يا فندم. انا بتصل بالبرنامج بتاعك ده من ايام ما كنت انت فاشل مش موجود. كنت انت يا دوبك تشيف يا دوبك بتقشر بطاطس وتغسل الحلة والحاجات دي حتى. الو، انا بتصل بيه طبعا. ايوه، برنامج الطبيخ. امبارح تسالني انا انا عايز اعمل مداخله ضروري. انا اسف جدا الخط اتقطع. طب انا استاذن حضراتكم ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. حتى بطوق الطبيخ مش عاوزيني اتفك معاهم. ايه ده ايه ده، انت مش عارف انت بتكلم مع مين؟ طيب طيب، من فضلك بعد ما يخلص الفاصل تدخلني على طول على الهوا بدل ما طاين عيشتك. اسمي اسمي مدام مدام سونيا من اسكندريه. ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. على مدام سونيا من اسكندريه، صباح الخير. سلام عليكم يا فندم. انا كنت عايزه استفسر على حاجه. اتفضلي يا فندم. هي فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ لا يا فندم، ده برنامج طبخ مش توك شو. ايوه ايوه انا عارفه عارفه، بس كنت عايزه اسال على حاجه كده. اصل في واحده صاحبتي عرفت ان جوزها عنده 250 الف جنيه في البنك عاملهم وديعة، فهي كانت عايزه تعرف يعني يا ترى. شو الصوت ده، انا سمعته فين قبل كده؟ معلش يا مدام سمية، انا كان نفسي افيدك حقيقي، بس ده برنامج طبخ. سمعته فين يا عبده؟ سمعته فين؟ وفي هذه الواقعة أنشد الحجاج بن يوسف البيت القائل: إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. تعرف تشرح لي معنى البيت ده إيه يا كريم؟ لا. طيب اقعد وأنا أشرحه لك. الحجاج كان بيقصد يا أولاد إن الراجل بيبقى راجل بنفسه، مش عشان أبوه راجل مهم وبيتحامى فيه. يعني يا مستر، اللي بيتحامى في أبوه ما يبقاش راجل. طبعاً. طب بقى اللي بيتحامى في أمه ده بقى بيقولوا عليه ننوس عين أمه. طيب يا أولاد، أشوفكم بكرة إن شاء الله. سلام عليكم. حلوة ننوس عين أمه دي، قصف جبهة على أبوه. طب مش نحترم نفسنا بقى ولا إيه؟ خلاص يا جماعة، محدش يضحك، عشان كيمو لو اتنرفز ممكن يجيب لنا ماما. أنا بقى هوريك ننوس عين مامته هيعمل إيه. ولا ولا ولا، ولا تعالى لولو. مع السلامة يا ست أم كريم. مع السلامة يا أستاذ عبد العزيز. إيه أنت قلت إيه دلوقتي؟ مين الست أم كريم دي؟ حضرتي يا بني آدم، معلش يا جيجي، أنا فاهمه، ما اسمهاش أم كريم. تفهمني إيه يا أستاذ؟ مش ابنك اسمه كريم وهي أمه؟ يعني هي أم كريم ولا أنت مش أمه ولا فيه إيه؟ يا بني آدم يا بني آدم، هي أمه فعلا. لكن هنا هو لازم تقول لها يا مدام جميلة. صلي على النبي. عايزة تصلي. صليت على النبي. بص يا أستاذ، عندنا في سلو بلدنا الست تتنادى باسم ابنها البكري. لا، الكلام ده عندكم هناك في البلد، لكن هنا تندهني باسمي، مفهوم؟ مفهوم يا ست جيجي. إيه جيجي دي؟ يا ابني اسمها مدام جميله. مش انت قلت لها جيجي؟ اعرف مني اسمها مش جيجي. انا بقيت اتضايق. ولا اهبط عبد العزيز، انا همشي عشان ضغط. انت ماشيه منين كده؟ كويس، وانا راكب العربيه هنا. اتفضلي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مش هي اسمها جميله؟
وهو اسمه عبد عزيز. امال ايه جي جي وزيزو دي؟ شكلهم كده عاملين عصابه. ايه يا ست جميله، ايه اللي رجعك تاني؟ شش انت تسكت خالص. ايه ده يا جميله، انت ايه اللي رجعك؟ والله لسه سائلها قالت لي شش خالص. شش خالص مش عارفه، متهيألي سبت البوتاجاز والع. انت ايه اللي رجعك؟ لا مفيش، انا سبت الورق والع، سبت الورق نسيته يعني، فهطلع اجيبه واتاكد من البوتاجاز. اتكل انت على الله. بقول لك ايه؟ اطلع مع مدام جميله شوف لها تاكسي واطمن انها ركبت. ها طم طم، مع السلامه جميل. اتفضلي يا مدام شيش. شش تنيل امشي. انا هعرفكم يعني ايه مدرسه. حالا هتصل بالاداره التعليميه تستلم ملفاتكم. المدرسه دي عمره ما يحصل فيها شغل البلطجه ده. وليه امر الطالب كريم بره وعاوز يقابل حضرتك؟ انا مش هقابل اولياء امور حد. ده معاذه يا سياده المديره، معلش مش هاخد من وقتك اكتر من دقيقتين. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك مش والد كريم؟ انا جده لواء بالمعاش عيني وعلوان، احد ابطال حرب اكتوبر. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل يا فندم. تشرب ايه حضرتك؟ لا حضرتك ولا حاجه، انا جيت بس عشان عرفت اللي عمله كريم حفيدي الوحيد، فجيت اقدمه قدامك. تضرب صاحبك وصديقك يا كلب؟ يا فندم يا فندم، اللي حضرتك بتضربه ده نادر للضرب اصلا. يا مورزه العتب على النظر، انا هعوضك يا نادر. ها الا بوس بوس دماغ صاحبك يا كلب. جدو جدو. انا نادر مش كريم. ولما انت نادر مش كريم سيبني اضربك ليه من الصبح؟ لو سمحتي سجلي عندك انه نادر غاوي انه ينضرب. يا فندم انا هعمل اعتبار لمجي سعادتك هنا، مش هتصل بالاداره التعليميه وهكتفي بفصل اسبوع. انا متشكر قوي متشكر قوي قوي بجد. تؤمر يا فندم. انا سعيد بمعرفة حضرتك. سعيد بجد. اهلا اهلا يا جميلة بنتي، ازيك وازاي زيزو والاولاد عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله كلنا بخير. امال ماما فين؟ ماما راحت تجيب طلبات وجاية. بقول لك ايه، كوباية شاي بحليب مع بقسماط وحاجات كده، ولا تستني بقى لما ماما تيجي ونتغدى كلنا سوا؟ بالهنا والشفا عليك يا بابا. انا هدخل اوضتي عشان عندي شويه مذاكره. مذاكره ايه؟ الله الله، انت مش خلصت كليه؟ ده الماجستير يا بابا، مش عارفه اخلصه في البيت. طلبات عبد العزيز والولاد ما بتخلصش. عايز شاي، عايز نسكافيه، عايز مكرونه بالبشاميل، اي كلام. لا دي رساله بقى رساله. بقول لك ايه، انت تخش هنا اقفلي على نفسك، ذاكري الماجستير ده طعن طعن كده. ماشي يا حبيبي، انا جوه لو عوزت حاجه انده عليا. انا وانا كان نفسي يعني لو امكن ان انت تعملي لي طاجن كده وفي الصوابع بتاعه المحشي دي، ورق رق يتحط حته صغيره من الكوارع. انا جايب كوارع جوه. ويا سلام يا سلام يا حبيبتي لو انت عصرت عليهم ليمون، بيدي مزازها كده وطعم جميل قوي. وبتنجان مخلل ان امكن، ما امكنش خلي البتنجان مخلل مره تانية. ده كله اذا كان في استطاعتك، ما كانش في استطاعتك خش جوه بقى وخد الماجستير. يعني هي جت عليك يا بابا من عناي؟ حاضر، هو ماجستير نحس من اوله. تمام كده عرفنا الامنيات بقى بتاع الجميله والولاد. نشوف بقى بقيه الامنيات ونكتبها ونرتبها. نفسي اطفش واسيب لهم البيت. قلنا دي ياسمين. ماشي يا ست ياسمين يا طفاشه، حاضر احسبي معاكي بعدين. نفسي ارجع الكار، قلنا ده كريم. ماشي نشوف الكار، بس حتى الكار دي كلمة قديمة، جابها منين ابن اللذينة ده؟ نفسي الحمل يكمل المرأة. دي ربنا يستر، حمل يعني قرض جديد، يعني بامبرز وأدوية وبودرة. نفسي أخليه أسعد واحد في الدنيا، على افتراض ان دي مين؟ جميله مثلا؟ عايزانا ابقى اسعد واحد في الدنيا، خياليه شويه بس مبدئيا نقول جميله. ماشي. نفسي اخلص منه. ده اكيد بابا، اكيد بابا وعايز يخلص مني، قالها لي قبل كده. زي ما بقول لكم كده، شفتها الصبح كانت نازله من الميكروباص هي واخوها. ايه ده؟ امال ايه حكايه فم السقه دي؟ السقه ايه بس؟ دي الصبح كانت حاطه صوره الفطار على الانستجرام، دول بيفطروا فوق. بس أيوة، ما يختار بنت عشان فيلم جديد، اختار واحدة بنت ناس. يعني هي بتكذب؟ طبعا بتكذب.
انا بفكر نواجهها قدام باقي البنات وهي مش هتعرف تكتب خالص. بقول لك ميكروباص. لا لا حرام، هيبقى منظرها صعب خالص. ولا هنعمل ايه؟ احنا هنسيبها تعيش الوهم اكتر واكتر، وفي الاخر هنضحك عليها ضحك السنين. نفسي الاقي نفسي. ده مين الرومانسي؟ نفسي انا ده خطي. اه ده انا. اه يا دي اللخبطه. نفسي انهي الجوازه قبل نهايه السنه. اه هي حماتي، هي حماتي من الاول مش راضيه على جوازتي انا وجميله. ماشي حماتي ماشي. اخر ورقه دي بقى اكيد حمايه. نفسي ابطل ادمان. ما ينفعش ما ينفعش يبقى حمايه. حمايه نفسه لو عدى جنب واحد بيشرب سيجاره يقعد يكح سنتين. وبعدين انا اللي جبته لنفسي. انا كان مالي ومال الكلام ده؟ ما كنت استنى للسنه الجايه وخلاص. ماشي ماشي يا عيلتي ماشي. خير يا فندم. خير ان شاء الله. مش ده مكتب الاستاذ عبد العزيز برضو؟ ايوه حضرتك، بس هو اجازه وانا هنا مكانه. اجازه ليه؟ خير ان شاء الله. اجازه مرضي. هو تعبان الف سلامه عليه. لا خالص، بس انا مكانه هنا يعني، فلو حضرتك محتاجه اي حاجه ممكن تطلبيها مني. لا انا كنت عايزه الاستاذ عبد العزيز بالذات نفسه يعني في مساله شخصيه. شخصيه؟ طيب احنا في الخدمه يعني. لا ده انت مخك سافر لبعيد خالص. انا حمات عبد العزيز. انا اسف اسف جدا والله ما اقصدش يعني. انت في الخدمه؟ ها خليك في الخدمه بقى. انا عكيت الدنيا الحق اكلمه. ربنا يستر. ده مين اللي عايزني دلوقتي ده؟ شريف. يبقى اكيد في مصيبه في البنك. يا شريف ها ايه في ايه؟ اهدى بس اهدى بس عشان افهم منك. ايه حماتي جايه على البيت عندي هنا اهو؟ مين قال لها ان انا اجازه؟ انت اللي قلت لها؟ الله يخرب بيتك يا شريف. بصراحه جدو مش عارف اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا النهارده ده. تشكرني بانك ما تقوليش يا جدو، وسبق وقلت لك مليون مره ما تقوليش يا جدو. الله بتعمل لي حرج يا اخي مع الجنس اللطيف. بس انت سبقت عليهم الدور قوي، ده انا صدقت ان انت اعمى. اللي قدامك ده يا ولا سقط بلا فخر 3 مرات في المعهد العالي للفنون المسرحيه في الاختبارات، لدرجه ان هم نزلوا ورقة بإني ممنوع أدخل الامتحانات السنة الجاية، السنة الرابعة يعني. طب ودي حاجة حلوة جدو؟ برضو هيقول لي يا جدو. أمال أقول لك إيه طيب؟ قول لي يا أبي. ودي حاجة حلوة يا أبي؟ أه طبعًا حاجة حلوة جدًا، إدتني دافع إني أكمل في التمثيل رغم حقد زملائي في الوسط الفني عليا وغيرتهم مني. طب وكملت يا أبي؟ كملت طبعًا. بس مش في السينما والتلفزيون، في المواقف اللي زي كده يعني. بس انا استعليت حكايه ان انت لواء وشاركت في حرب اكتوبر ده قوي. انا ما كنتش لواء بس شاركت في حرب اكتوبر، والحرب علمتني انها ما بتستمرش العمر كله، والطرف الذكي هو اللي يعرف امتى يوقف الحرب وامتى يبتدي المفاوضات. يا جدو ما هو اللي استفزني فضربته. ما انت بتستفزني يا هو. بقولت يا جدو ضربتك؟ بس انت علمت على الواد بصراحه. هتقول لهم ايه في البيت بشان فصلك من المدرسه؟ استنى عليها شويه يا جدو بقى ما نشوف الموضوع ده اجيبه لهم ازاي. جدو اخر مره اسمعها منك، والا هروقك زي ما روقت صاحبك. حبيبي يا بيه. بقول لك ايه؟ اقفل اقفل حماتي حماتي هي تقريبا اللي على الباب. اقفل اقفل. ايوه عرفت انك عيان قلت لازم اجي اطمن عليك. عرفت منين ان انا عيان؟ من شريف. لا خرب بيتك يا شريف. وعرفت منين العنوان بتاع البيت؟ من شريف برضو. لا خرب بيتك يا شريف. وجبت الورد ده منين؟
ده من عند واحد على اول الشارع عندك. اتفضل. الله يخرب بيتك يا شريف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انت ازاي واقف كده قدام الهوا؟ انت عيان يعني؟ لازم تبقى نايم في السرير وتشرب حاجه دافيه. قول لي بقى، هو المطبخ منين؟ لا مطبخ ايه؟ لا استني 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 استني. تستنى ايه؟ ازيك يا كيمي؟ هاي طنط. هاي ورحمه الله وبركاته. يا خبر، يظهر جيت في وقت غير مناسب وجايب لها ورد كمان. طيب ماشي، يلا سلام. انا بقى ما تستني، راحه فين؟ ورد وبالفانيلا يا واطي. الله يخرب بيتك يا شريف. شكلي حياتي مشاكلي، نومي واكلي حكايتي حكاية، دنيتي مرة ناس تضحكلي، وعشرين مرة ما عندها معايا. شايلها عايش مشاكلها، محدش عمري كبرت عليه. كبرت عليه تعبانين يا زيزو، زعلانين يا زيزو، تعبانين يا زيزو، زعلانين يا زيزو. ايوه انا زيزو، ايوه انا زيزو.